مشاهدينا عم نتابع بصفحيتنا نحن وياكم، برحب فيكم من جديد. متحور دلتا يلي عم يشغل العالم كله، أسئلة عم بيتم التداول فيها لناخد أجوبة عن ما إذا كان المتحور بالأتاك تبعه يلي بيعملها شبيه بكوفيد 19، هاللقاحات يلي منتشرة وكنا مبسوطين بالعالم كله وحتى بلبنان إنه عم ناخدها، هل هي فعالة بما يتعلق بمتحور دلتا؟ وصول متحور دلتا على لبنان بحالات ما تخطت الخمسين بعد، ولكن وصلت على لبنان، كيف التعامل عم بيكون معها؟ شو اللي لازم ينعمل؟ كلها أجوبة بناخدها من البروفيسور فادي عبد الساستر، الاختصاصي بالعلوم البيولوجية من مختبر كلية العلوم بالجامعة اللبنانية. بروفيسور صباح الخير. صباح النور لك لأعز المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك بروفيسور. قبل ما نحكي كل هيدي التفاصيل، كيف فينا نعرف متحور دلتا الهندي؟ قدي بيشبه كوفيد 19 يعني بالشكل، خليني أقول كفيروس، وبنفس الوقت قدي بيشبهه بالحلول يلي أوريدي لقت لكوفيد 19؟ لكن الفاريان دلتا او الفيروس دلتا هو من عائله السارس كوف 2، يعني هو الكورونا فيروس اللي هن بيسببوا الكوفيد 19 ديزيز، يعني هو اللي بيعمل الكوفيد 19، مرض الكوفيد 19 او اللي احنا بنسميه هيك. نعم. الفاريان دلتا هو مثل اي فاريانت موجود او كان موجود قبل، يعني مثل فاريانت الفا البريطاني او البيتا تبع جنوب افريقيا، كل هو الفاريانت هن بيصير فيهم تحوط طفرات بالبروتين الشوكي اللي بتخليهم ينتشروا بسرعة أكبر. يعني نحن لما نحكي عن متحور أو عن فارينت جديد، هو هذا الفارينت هو مثل أي فارينت بس عنده القدرة على الانتشار بطريقة أسرع، وهو هيك بيصير مسيطر على العالم. نعم. يعني مثل ما صار بالفارينت البريطاني أو الفارينت ألفا اللي هو انتشر بسرعة كبيرة وسيطر على العالم لأنه صار في بعض الطفرات اللي سمحت له يعمل هالشيء، مثل ما هلأ عم بيصير بالفارينت دلتا اللي عنده طفرات جديدة غير الطفرات اللي كانت موجودة بالفارينت ألفا، وعم بتخليه يكون عنده القدرة على الانتشار السريع وسيطر على العالم. هل تطور الفيروس يعني لحتى يعمل هالفاريانت اللي عم نشوفهم ومنهم متحور دلتا اليوم، الخطورة أكبر بمتحور دلتا من كوفيد 19؟ لأنه كتير عم نسمع أخبار، كتير عم نسمع تفاصيل بتقول أنه الإصابة والأتاك على الرئتين بيكون أصعب من كوفيد 19، شو صحة هالمعلومات وشو خطورة دلتا؟ نعم، هلا دلتا هو إذا بدنا نحكي هل هو أخطر لأنه هو عم ينتشر بطريقة أسرع، ولما ينتشر الفيروس بطريقة أسرع بصير عنده قدرة أكثر على التحورات، يعني بصير يتحور، ممكن يصير في عنده طفرات جديدة، هالطفرات الجديدة ممكن يسببوا بعدين مشاكل أكبر. حاليا متحور دلتا الطفرات اللي بقلبه هي عم تخليه ينتشر، يعني الطفرات الموجودين بالبروتين الشوكي يعني هو البروتين المسؤول على الالتصاق بالخلايا عند الإنسان، هول الطفرات الموجودين عم بيخلوا عنده أفينيتي أكتر، يعني عنده قدرة على الالتصاق أكبر، وبهالحالة يعني هو عنده قدرة على الانفكشن أكبر. هلأ الخوف أنه لأنه عم ينتشر بسرعة، لأنه عم ينتقل من إنسان لإنسان، نعم، بخلال عملية هالتكاثر ممكن يصير في عندي طفرات جديدة ومتحورات جديدة ممكن تتهرب أكثر من الجهاز المناعي، وهون الخوف. الخوف اللي عم نحكي عنه كمان ذكرته حضرتك بلقاء سابق معي لما قلت أنه لازم نخلي عيننا على المطار بإطار هيدا الموضوع، وانطلاقا كمان من موقعك بمطار رفيق حريري الدولي مطار بيروت، خبرني شوي شو خطورة هذا الموضوع، لأنه اليوم الحالات يلي عم توصل على لبنان مع دلتا هي كلها حالات جاية من خارج لبنان، وضح لنا شوي هالنقطة. نعم، هو الفكرة لما حكينا عن عيننا على المطار لأنه نحن كنا بنعرف أنه الواقع بالخارج انه الدلتا هو مسيطر، وما دام عم بيجي لعنا مسافرين من برا وهالمسافرين ما كانوا عم بياخذوا الاحتياطات اللازمه، نحن كنا متوقعين انه الدلتا يكون موجود، وهذا اللي صار. نحن الدلتا مش موجود من نهار الخميس، لا الدلتا موجود قبل، نحن نهار الخميس الماضي قدرنا نتحقق علميا من وجود الدلتا، اما الدلتا كان موجود وفايت على لبنان ومرتاح. يعني انا في اقول لك في عنا حالات من المقيمين من شهر خمسة هن دلتا، اثبتنا انه هن دلتا، يعني نحن الدلتا هو فات على لبنان منذ فتره، والخطر كان اكيد الدلتا لما اجى من المسافرين اللي هن ما اخذوا الاحتياطات اللازمه لحمايه حالهم وحمايه المجتمع المحيط فيهم. نحن كنا كل يوم حاليا اذا بدك كل يوم في عنا بين 20 و30 حاله ايجابيه عم تيجي عبر مطار بيروت الدولي.
هل 20-30 حالة؟ كيف عم يتم التعامل معهم؟ هذا السؤال. نحن هون مسؤولية الوزارات المختصة، يعني نحن كمختبر بنتهي دورنا بإعلام الوزارة بشكل يومي، شو وزارة الصحة تتواصل مع المسافرين اللي هن الحالات إيجابية، وهون بصير دور الوزارات المختصة. هون قديش المتابعة عم بتكون؟ نحن ما عنا علم، يعني أنا ما في. يعني بيقف دوركم أنتم بإيصال الخبر إنه في حالات مسببة بكوفيد 19 متحولة. نحن بنبعث الإس إم إس يوميًا. أوكي. لما يطلعوا يعني من خلال 24 ساعة ل 48 ساعة بحد أقصى بيكونوا النتائج انبعتت إيجابي بالتلفل وبينبعث له إس إم إس، إلا إذا كان عاطرة أم غلط، وهون المشكلة الكبيرة اللي عانينا منها قبل، وهيدي بنحكي فيها بعدين إن شاء الله. والوزارة بترجع بالتلفل وبتتصل فيه تتابع معه وضعه. طالما أتيت على ذكرى المشكلة يلي عم بتصير بعدم الأمانة، وقد ايه عم بيكون في لغط، لأنه هون كمان لازم يتم ملاحقة هالأشخاص. نعم. لأنه عم بيأثروا على مجتمع بكامل، ولازم يتم ربط الأرقام بالباسبورات وملاحقة ومتابعة هالباسبورات ومعاقبة. نعم. يلي عم بيخالف. هذا الموضوع اللي احنا طلبنا فيه منذ من لما سلمنا المطار. نعم. طلبنا أنه نحصل على المعلومات الكلية للمسافرين، لأنه نحن في عنا مشكلة، ما فيك انت تعتمد على امانة المسافر، لانه في يعني لسوء الحظ لانه في عالم منهم امينين، في عالم ما عندهم ضمير، هذا لا انسانية وما وبلا ضمير. في ناس بيعطوا ارقام تليفون غلط، في ناس كانوا عم بيأيدوا ارقام تليفونات غلط. وهون المشكلة انه ما في تحمل للمسؤولية، ما عندهم فكرة قديش المسؤولية هي كبيرة. فنحن عانينا كثير في عيد هيك، ممكن كنت تسمع انه في واحد وصلته مساج مع انه مش عامل منه مرق على المطار. مرة وزير الصحة وصلت له مساج انه مير، هيدي لأنه في ناس عطوا التليفونات عم بتعاملوا بالموضوع باستهزاء. نعم. وهيدي المشكلة الكبيرة، وهون مشكلة التواصل معهم، يعني ممكن يكون بوزيتيف أنا مش قادر بلغه، كيف بدي بلغه؟ هون شو لازم برأيك ينعمل لربط الباسبور بالرقم الصحيح أو لضبط هذا الموضوع؟ هيدا قضية الأمن العام، مفروض يتعامل مع القضية، الأمن العام وزارة الداخلية هيدي بتكون مسؤوليتها. نحن مسؤوليتنا نعمل هالفحوصات ونبلغ الامور اليوم بي سي ار يلي عم ينعمل، هل هو ذاته يلي بيقدر يكشف كوفيد 19 او متحور دلتا لازم له يمكن يعني خصوصيه معينه؟ خبرنا شوي اكثر. نعم. هلا الفحوصات اللي عم تنعمل بكل المختبرات بلبنان هن قادرين يعرفوا اذا الواحد هو ايجابي ولا لا. اما حتى نعرف ايجابي او لا كوفيد 19 او 100%، هو ما لما نقول نحن نقول سارس كوف 2، لما اقول يعني هو كوفيد 19 بيشنت ولا لا، يعني أوكي. هو دلتا او غير دلتا. نحن لما نقول كوفيد 19 يعني هو بيشنت عنده انفكشن. وكيف نعرف اذا دلتا؟ نحن بالمختبر بمختبرات الجامعه اللبنانيه طورنا بطريقه بسيطه جدا البي سي ار، بنقدر نكتشف عن طريق البي سي ار بطريقه جدا مهنيه المتحور دلتا من دون ما نروح، قبل ما نروح على السيكونسنج، يعني هي عمليه رصد للحالات اللي هن دلتا قبل ما نروح على السيكونسنج. وهيدي الطريقه اتبعناها نحن بالمتحور الفا اللي هو البريطاني، ومن خلالها قدرنا نطلع ونقول انه المتحور البريطاني سيطر على لبنان، مع انه انتقدنا كثيرا بهذا الموضوع. بس انا هون اذا بتسمح لي بدي اقول انه اللي بيعرف بالموليكولار بيولوجي انه في فحوصات كثيره بنعملها على امراض جينيه عند الانسان تنعمل على البي سي ار. اللي بيعرفوا بهالامور رح يعرفوا انه اللي عم بحكي كل الامراض، اكثريه الامراض الجينيه اللي لها علاقه بامراض معينه. نعم. بالدم هي بتنعمل عن طريق البي سي ار، نحن اتبعنا نفس التقنيه، وهذا اللي عم بتخلينا نقدر نكتشف المتحور دلتا بطريقه سريعه. بروفيسور، اليوم كل الحالات يلي عم تعمل بي سي ار على المطار عم تمرق بمختبر كليه العلوم الجامعه اللبنانيه. نعم. حصرا يعني. نعم. طيب بخصوص الحالات يمكن يلي عم يوصلوا من بلدان تعتبر امنه ولكن ممكن يكونوا حاملين الفيروس. هذا اللي بدي اقول لك اياه، نحن ما في عنا حدا جاي من برا عمل فاكسين، يعني اخذ 2 دوز وعمل بي سي ار الا ما بده يعمل بي سي ار بمطار بيروت. في عالم كثير عم نحاول عم نتحمل انتقادات مش طبيعيه، عم نتحمل مسبات بالمطار من قبل المسافرين، لانه معتبرين انه هن جايين من بلد اوروبي، هذا البلد الاوروبي هو بلد ثقه، لما يجوا لهون نحن شو عم نعمل لهم؟ حتى لو عاملين اللقاح. ايه لا ايه لو حتى اللقاح بدهم ياخذوا يعملوا بي سي ار. نعم، لانه هن ممكن يكونوا مصابين وينقلوا العدوى. يعني بس هي الفكره انه نظره المسافر للبنان اللي عم بيجي انه والله شو انتم بتفهموا اكثر من الاوروبيين؟ نعم، نحن عم بيجي لعنا حالات من اوروبا من كل بلدان، من بريطانيا، من فرنسا، من دنمارك، من اي بلد، ممكن يكون معه بي سي ار سلبي وعم بيطلع عنا ايجابي، ونحن اكيدين 100% من الريزلتس تاعولاتنا، نحن ما عنا شك 1 بالمليون، نحن اكيدين انه نحن نتائجنا من افضل النتائج بالعالم، هذا ما عنا شك فيه،
نحن عنا بالمختبر أهم الباحثين اللي هن عنا فوق العشرين باحث دكتور بيشتغل بمختبر الكوفيد 19 بالجامعة اللبنانية، وهذا ما بنلاقيه بأي مختبر تاني. هذا بدنا نأكد عليه هذا الموضوع. بروفيسور، يعني يلي عم بتقوله بوصلني لسؤالي التالي المتعلق باللقاحات. مثل ما قلت، حتى لو أخذ اللقاح بالجرعتين ممكن يرجع يبين بوزيتيف ويكون مبين متحور دلتا. هل اللقاحات يلي عم ناخذها كلها، وعم نحكي هون كل اللقاحات، يعني من أسترازينيكا لفايزر لكل شيء متاح عالميا وكمان بلبنان، لا تغطي متحور دلتا؟ ابدا، مش هذا الحكي. لا، هذه اللقاحات هي الفكره منها انه قادره تحمينا من عواقب الاصابه بفارين دلتا او باي فارين. لحد هلا اللقاحات اثبتوا علميا انه نحن اكيد لما ناخذ اللقاح ممكن نصاب، لانه نحن رح نتلقى الفيروس. قديش الانتي بادز اللي بيفرزن جسمنا من خلال اللقاح هل قادر يحارب هذا الفيروس؟ لحد هلا اثبتت الدراسات العلميه انه اللقاحات المتوفره خاصه بلبنان اللي هن اللي عم نعطيهم الفايزر والاسترازينيكا، هن قادرين على محاربه الفيروس ومنعنا من الدخول الى المستشفى او يصير عندنا مضاعفات. كل الدراسات اللي عم تنعمل بهذا الموضوع اثبتت هذا الشيء، فهذا اللي بيطمننا. يعني نحن لانه اذا بدك بلبنان النسبه الكبيره من الناس اللي هن فوق ال 50 سنه صاروا مطعمين، يعني انا بعتقد 70% من فوق ال 50 سنه اللي هن مسجلين طعموا. هلا هذا ممكن يطمننا انه ممكن بفتره اذا صار في عندنا الموجه الثالثه وهذا نحن متوقعينه، هل يكون عندنا عدد اقل من الناس، عدد اقل من الوفيات؟ لانه هالفئه اللي هي المستهدفه اكثر شيء بالفارينت دلتا انه ممكن يكون انحموا. نعم بروفيسور، ماذا لو شخص كان مصاب بفيروس كورونا وشفي؟ هل يمكن نفس المعادله مثل كانه اذا كان اخذ اللقاح وصار عنده انتي بوديز بجسمه؟ كيف التفاعل مع متحور دلتا؟ هذا شيء نسبي، يعني هلا ممكن يكون عنده حمايه لفترة قصيرة، ممكن هذا بده كله تحت الدراسة، بس أكيد إنه أي إنسان كان مصاب هو عنده نوع من الحماية يمكن تحميه لفترة معينة. بس اللقاح يبقى هو الأفضل وهو الحامي الأول حالياً أو الحل الوحيد حالياً لمحاربة أي فارينت. اليوم الأطفال يلي كمان بعدهم بعيدين عن اللقاح، بعدهم منهم بجدول التلقيح خليني أقول، وكانوا محميين قبل، عم نسمع كمان أخبار في يعني الكثير من التفاصيل الطبية اللي عم تنتشر وبتقول أنه المتحور الهندي ممكن يكون مؤذي للأطفال. شو صحة هالمعلومة وكيف لازم نتعامل معها؟ الأكيد منه أنه المتحور دلتا هو قادر أنه يعمل إنفكشن للأطفال، يعمل ترانسميشن في الأطفال أكثر من أي متحور آخر. هذا صحيح هذا الحكي. هو عنده قدرة، هو قدرته الطفرات اللي صارت بالبروتين الشوكي عطته ميزة انه هو قادر يلتصق بطريقة اسهل على المستقبل، على المستقبل بالخلايا الانسانية، على المتلقي بالخلايا الانسانية. الاطفال كانوا بالقبل ما عندهم هالقدرة انه او كانوا محبيين اكتر لانه هم نسبة المتلقي عندهم هي اقل، بس مع فارينت عنده قدرة اكبر على الالتصاق صار الاحتمال الاصابة عند الاطفال اكبر. بعد هيك عم نسمع النسبة الكبيرة ببريطانيا انه في نسبة كبيرة من الاطفال باخر دراسة انعملت هن انصابوا بالمتحور دلتا. هلا بغض النظر عن المضاعفات اللي صارت عندهم، بس انه النسبة الاكبر هن في اطفال نسبة كبيرة. حتى لو الطفل كان عامل يعني لقط كوفيد 19 هلا بعتقد لا، بعتقد هيدا لا، بعتقد كمان عنده بيكون حماية مثل غيره، يعني يعني نفس الشيء يطبق مزبوط على الطفل بهالموضوع مثل ما الكبير. صحيح كمان صحيح بيكون عنده انتي بوديز. اليوم المتحور الهندي دلتا يلي وصفته منظمة الصحة العالمية بانه المثير للقلق، وب يعني خطورة العودة إلى الانتباه والاحتراز لما نوصل نرجع للوك داون جديد، لما نرجع نوصل لتطور من هذا النوع. معقول نرجع نوصل يعني إذا ما تفلتت الأمور؟ هون عم بحكي تحديدا بلبنان، شو بدنا ببرا؟ ما إذا تفلتت الأمور، لأنه نحن اليوم العجلة الاقتصادية، الحياة بسيكولوجيا نحن بحاجة لهالعودة إلى الحياة، ولكن صحيا نحن قد ايه قادرين ندفع هذه الفاتورة؟ بصراحة نحن بلد منهار صحيا، الكل بيعرف، يعني نحن مش قادرين نتحمل تبعات أي موجة ثالثة. نعم. والموجة الثالثة أنا اللي بشوفه بعتقد جاي. هلا قديش رح تكون قوتها بدنا نترقب أول أسابيع، نحن عم بنشوف إنه ارتفاع بعدد الإصابات حاليا. في يقول أنا 70% من الحالات اللي عم تيجي من المطار هن دلتا، هذا أكدناه علميا، يعني نحن بآخر ثلاث أيام ب
بالمختبرات الجامعه اللبنانيه اكدنا انه 70% من الحالات اللي عم توصل على لبنان هي متحور دلتا. انا في اكد انه معظم الحالات الموجوده بلبنان حاليا، ما في اعطي نسبه قبل ما يكون عندنا فكره، بس هي دلتا. يعني دلتا موجود وعم ينتشر، قديش بده هالوقت حتى يعمل هالبيك؟ بدنا نترقب، بس انا بعتقد انه رايحين على موجه ثالثه، لكن ما في عندنا حل الا نتوقع، حتى اذا بدنا نحمي هذا المجتمع ونحن مثل ما قلت نحن بمحل معدمين اقتصاديا وطبيا وهيك، فالحل الوحيد حتى نقدر انه نعمل هالوقايه المجتمعيه ونشجع على اللقاح. انا بدي خبرك شغلي، امبارح اتصل في بعض الاشخاص قالوا لي قربت لنا بيتنا اللي بيشتغلوا بالمستشفيات، امبارح الاقبال على اللقاح كان جدا جدا كبير، يعني من لما اعلنا على متحور دلتا العالم تشجعت، العالم خافت، ما بعرف ليش العالم هي ناطره حتى تسمع خبر مخيف حتى تروح تتلقح. يمكن كانوا الناس اطمنوا، ولكن لما بدات يعني اخبار متحور دلتا تطلع رجعوا لهذا الخوف. مثل ما عرفت امبارح لغوا امتحانات البريفي كمان، صحيح. يعني هذه خطوه جيده، لانه نحن مثل ما عرفنا انه الاطفال هن معرضين اكثر وممكن ينشروا، يكون الناشر الاكبر لمتحور دلتا بعيالهم وبكل العالم. ممكن معهم بنزين كمان ليوصلون على الامتحانات، هذه خطوه سليمه على كل حال. بروفيسور، اليوم هذه الحدود الجويه يلي عم نقدر نضبطها عم بتابعوها، الحدود البريه. نعم، نحن مخبرات الجامعه اللبنانيه هي مسؤوله عن الحدود البريه والجويه، يعني حتى الحدود البريه نحن عم نعمل لها فحوصات بمختبرات الجامعه وعم نتابع الاوضاع كمان، يعني كمان بنبلغ وزاره الصحه بهذا الموضوع. هل وضع الحدود البريه يساوي ومماثل للحدود الجويه؟ لا. او يمكن أسوأ. هو العدد اعلن عنه، العدد اقل اللي عم بيجي على الحدود البريه، الحدود الجويه عم بيجي لعنا حوالي 8000 لل 10000 مسافر يوميا. نعم. حاليا طلعنا تخطينا ال 10000، متوقعين اكثر، هون العدد اكبر عم بيجي. هلا بالحدود البريه عنا عدد حالات بس عدد الحالات اقل. يعني امام ضبط هذا الموضوع اليوم، التخوف من هيدي الموجه الثالثه يلي حضرتك ذكرتها من شوي، برايك شو التدابير اللي لازم تتخذ؟ وحتى لو كان التدابير عم تتخذ بصرامه تجاه هذا الوضع المؤسف بلبنان، شو لازم ينعمل بغض النظر، انسى الوضع الاقتصادي، انسى الوضع الاجتماعي، كل ما نمر فيه، يمكن الوضع الصحي المتردي لانه المستشفيات اليوم عم تعاني، المختبرات، اذا بنحط كل شيء على جنب شو لازم فعليا ينعمل؟ هلا الحل الاول والاهم هو متابعه المسافرين، هذا لا بد منه، هو جبرهم بالاقامه الجبريه يعني بالحجر عند وصولنا للبنان، هذا مستحيل. على القليل اذا ما قدرنا نحجر الكل، نحجر الحالات البوزيتيف، الحالات الايجابيه تحت المراقبه، يعني احنا نحط بمحل نحن نراقبهم مش ببيوتهم، لانه في عالم مثل ما قلت لك ما عندهم مسؤوليه، في عالم عفوا يعني بدي تسمع لي ولا الكلمه ضميرهم ما منه حي، وهيدي المشكله الكبيره. يعني واحد بيقول لك انا جاي اقعد لي جمعتين بلبنان بدي اقعدهم بالبيت، لا بدك تقعدهم بالبيت اذا انت عم بتضر هالمجتمع اللي جاي عليه. وضع استثنائي طبعا. الشغله الثانيه هي نرجع هالعالم يحسوا كمان بالمسؤوليه، يروحوا على الوقايه مثل ما كنا قبل. الوقايه هي بالكمامه، لبس الكمامه، غسل الايدين، عدم التواجد مع عدد كبير بالاماكن المغلقه، يعني حتى بالبلدان المتقدمه جدا بعمليه التلقيح، اذا بنشوف عند العدو، شوف باسرائيل شو عملوا، مع انه العدد هو البلد المثالي ياخذينه بعمليه التلقيح، العدد هلا رجعوا قالوا حتى بالاماكن المغلقه حتى لو كنتم ملقحين بدكم تحطوا الكمامه. هذه سمحوا فيها انه يشيلوا كمامه لفتره معينه ورجعوا لا، لانه يعني حتى الملقحين هن قادرين ينعدوا ينقلوا العدوى. عاد هيك انت ملقح غير ملقح بدك تلتزم بالوقايه، بدك تلتزم، اذا انت مش خايفين على حالك خاف على اللي حواليك. نحن بمحل ممكن نفوت على موجه ثالثه وهون ما بنعرف شو عم بده يصير. طبعا مثل ما قلنا بغض النظر عن الوضع الصحي اللي نحن فيه، نحن ممكن شوفوا بريطانيا، بس شوفوا الوضع ببريطانيا كيف كان وكيف صار. ببريطانيا مرقوا بمرحله مثلنا، هدوء، اطمئنان، شيلوا الكمام، ينزلوا، هلا شوف الوضع كيف. على كل حال كمان اكبر مثال على هذا الموضوع استراليا اللي كانت رجعت لحياتها الطبيعيه كليا، عادت هالاسبوعين الى الكومبليت لوك داون بسبب هيدا الموضوع، يعني هيدا شيء منه ابدا يعني امن ابدا وما حدا قادر يحصره. بروفيسور عندي سؤال كمان اذا بتسمح، اليوم الاشخاص، ماذا لو الشخص يلي كان عامل اول جرعه من اللقاح من بعد ما اخذ اول جرعه قدر يلقط المتحور الجديد قبل ما يعمل الجرعه الثانيه، بهيدي الحاله هو
لازم يعمل او ما لازم يعمل الجرعه الثانيه من بعد ما يشفى؟ لا هو الموصى فيه حسب الريكومنديشن حسب معلوماتي انه بينطر فتره وبيرجع بيعمل الجرعه الثانيه. هل هي فتره الثلاث اشهر يلي الواحد بينطرها عاده؟ حسب الفاكسين اللي عم بياخده. نعم اوكي حسب اللقاح الفاكسين. يلي بس هي هيدي يعني هيدي هو عم يكتسب مناعه زايده وهذا. هل المناعة الزايدة ممكن تأثر؟ يعني إذا في ناس كان عندهم كوفيد 19 لهم ثلاث أشهر صحوا يعني صار فيهم ياخذوا اللقاح. نعم. وأخذوا اللقاح، هل ممكن المناعة الزايدة تضر بالصحة؟ لا هلا ممكن يصير عنده عوارض. لأنه شفنا عند بعض الأمثلة بعض الأشخاص عم بيكون عندهم عوارض يعني. نعم. عم بحس برفات قلب، عم بحس. نعم. بعوارض شوي متقدمة من جراء. نعم. زيادة هي ممكن يعني. ممكن يصير عنده عوارض أكثر بشوي من غيره، بس لأنه هيدي شغلة طبيعية لأنه ديجا هو مناعة عم ترجع بوست للمناعة اللي عنده، هيدي شغلة ممكنة، بس هي نسبية عند بعض الأشخاص يعني. هي عن جد ما في قاعدة عامة بهذا الموضوع. نعم. يعني عاد هيك أنت بتشوف ناس أخذوا الفاكسين عملوا عوارض كبيرة مثل الإصابة، نفس الشيء مثل الإصابة. الرياكشن كل جسم. نعم. كيف عم يتفاعل مثل الإصابة. نعم. بالكورونا هي ذاتها في ناس بينصابوا ما بيكون عندهم سيمبتوم، في ناس بينصابوا بيصير عندهم سيمبتوم. نعم. هيدي الأمور. بروفيسور اليوم كمان يلي عم نشوفه عالميا بموضوع اللقاحات بما يتعلق مش بس بمتحور دلتا انما كمان بكوفيد 19 اللي. نعم. هو اساس المشكله الصحيه البانداميك العالميه. عم بيصير في دمج للقاحات، يعني الواحد بياخذ دوز او جرعه اولى من لقاح معين بيرجع. نعم. بياخذ جرعه ثانيه من لقاح ثاني. قد ايه هذا الشيء سليم خليني اقول؟ وهل عم نشهده بلبنان؟ هلا لا بلبنان بعد، بس بالمانيا باكد لك ايه بلشوا يعطوه، عم بيعطوا اول دوز مثلا استرازينيكا بيرجعوا بيعطوا ثاني دوز فايزر. عم بيلاقوا العالم انه عندهم حسب الدراسات اللي عملت انه عندهم ذا سيم افكت، عندهم نفس الفعاليه. مم. وممكن تكون ببعض الاحيان عم بيقولوا ممكن تكون فعاليتها اكثر. نعم. هلا لكن هو علميا هنا في دول عملوها اثبتوها علميا انه عندهم نفس الفعاليه. كمان بقول لك نحن بعدنا بمرحله اولى، المفروض ننتظر اكثر. مثل ما بتعرف نحن مرحله اولى، نحن بقى لنا سنه وحده مبلشين، بدنا ننتظر اكثر تنشوف المعطيات العلميه شو رح تعطينا معلومات اكثر. بس كل التجارب عم بتصير، نتمنى انه يكون كل التجارب عم بتصير هي اللي عم بيصير على الارض، لانه ما عندناش وقت كثير لننطر. كله عم بيعطي نتائج ايجابيه. اللقاح هو الافضل، اللقاح هو الحل الوحيد. وبنرجع بنكرر الناس اللي اثبتت دراسات علميا برا انه الناس يلي هن ملقحين اخذين اثنين دوز هن محميين اكثر من غيرهم، عندهم شانس اكثر من غيرهم انه يتفادوا الدخول الى المستشفى او الاصابه بعوارض قويه. هيدا اللي هو الدوز. نعم. نعم. بروفيسور اليوم الجدول اللي عم يصدر عن وزارة الصحة اللبنانية لما يقولوا لنا بيوم امبارح وذكرتها بالمقدمة انه عدد الحالات المثبتة هو 100 حالة وحالة. نعم. وعدد الوفيات حالتين، هل من ضمن هال 100 حالة وحالة متحور دلتا او لا عم يتم فصل اعداد متحور دلتا لحاله؟ لانه ما عم نشوف ارقامها منفصله. لا هول الحالات اللي عم بيعطوهم وزاره الصحه طبعا نهار الاحد، وبتعرف نهار الاحد بيكون عدد العدد امبارح نهار الاثنين. هيدي طبعا نهار الاثنين 100. طيب العدد الحالات اللي عم بيعطوني العدد الحالات الاجمالي حسب الفحوصات اللي عم تنعمل يعني. نعم. بتتضمن متحور أكيد دلتا. اكيد هلا هي الفكره بدي اركز على شغلي. اكثريه العالم اللي عم بيعملوا فحوصات حاليا هن الناس اللي عندهم شيء يعني او بدهم يسافروا او عندهم دخول المستشفى او عندهم عوارض معينه. القليل الناس اللي عندهم عوارض عم بيجوا يعمل، لانه بتعرف الحاله الماديه حاليا عم تمنع الناس يعملوا. انا بعتقد انه رح نشوف لبعدين عدد اصابات يعني عدد فحوصات اكبر. وساعتها بنحكي اذا عنا عدد اصابات اكبر ولا لا. هذا الموضوع بيحلوا المسح الميداني يعني. لما تروح الوزاره تعمل مسح ميداني ببعض المناطق، مسح ميداني بالبي سي ار، ساعتها ممكن ناخذ فكره قديش نحن عنا ناس مصابين متحور دلتا. نعم. لانه هون بدي اقول شغله انه في ناس كثير عم بيفكروا حالهم مقربين، لانه عوارض المتحور دلتا ببدايته هي مثل عوارض الجريب. نعم. وبيفكروا حالهم مقربين لانه بصير عنده وجع راس شويه، وهذه العوارض الاكثر شيوعا حاليا، بفكروا حالهم قريبين ممكن ما يروحوا يعملوا فحص او مش قادرين يعملوا فحص. نعم. هيداك نحن ما فينا نحصر حاليا عدد الاصابات المتحور دلتا او عدد الاصابات الحالي بلبنان. هيداك بقول لك انا بنضلنا بحاله ترقب شديد، نحن متخوفين. ايه انا متخوف. والبعتاد اكثريه يعني ختاما توصيفك بروفيسور للوضع الوبائي بلبنان اليوم وسريعا اذا بتسمح، نحن كيف؟ نحن بحاله ترقب شديد، نحن ممكن نكون ببدايه الموجه الثالثه. الوقاية واللقاح هم الحل الوحيد حاليا إذا بدكم نروح على مرحلة أقل سوءا. بس هذا اللي فينا نقول، ما رح أقول إلى مرحلة سيئة جدا، إلى مرحلة أقل سوءا.
ما بدنا نكون متشائمين. انا صارت لما احكي صار العالم العالم بيقولوا بتشائموا، بس انا نحن عم نحكي عن الواقع الموجود حاليا طبعا. كما صار بالمتحور البريطاني العالم ما تصدقت باول مرحله، بعدين شافوا لوين صرنا، عدد الوفيات اللي كبر بشكل مش طبيعي. هلا نحن بمرحله مشابهه جدا جدا، وخاصه مع المطار، والعين على المطار مفروض تكون دائما موجودة، والحدود البرية البرية أكيد، كل أي حدود ممكن يفوت منها أشخاص ممكن ينقلوا لنا متحورات جديدة، مفروض نكون ضابطين. والمتحورات ما انتهت، ممكن بأي لحظة يطلع متحور غير الدلتا، في الدلتا بلاس هلأ بلش ينتشر، عنده أشد فتكا كمان، فممكن يطلع الدلتا بلاس بلاس، وإذا ما حدينا من انتشار هالفيروس رح نضلنا رايحين إلى الأسوأ. بروفيسور فادي عبد الستر، شكرا لحضورك معنا، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا مشاهدينا، رح نتابع بصفحيتنا نحن وياكم، ولكن بعد الفاصل نو زابينج، خليكم معنا.